بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل بالقميص والبنطلون؟ إذا كان ساترا لعورته، إذا كان ساترا لعورته تصح صلاته، سواء عليه قميص أو بنطلون أو أي شيء يستر عورته، المهم أنه يستر عورته. فإذا ستر عورته بأي شيء صحت صلاته، ولكن الأفضل للمسلم أن يتجمل باللباس الجميل ويلبس ما يلبسه أهل البلد، يلبس ما يلبسه أهل بلده مما جرت عادتهم به.